بدأ شغل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، والحديث لا زال مستمرا حول أحكام التيمم، قال: وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم. ويقدم يمينه وعلى وجهه ويخفف الغبار، وموالاة التيمم كالوضوء. قلت: وكذا الغسل، ويندب تفريغ الأصابع أولا، ويجب نزع خاتمه في الثانية، والله أعلم. ذكر رحمه الله تعالى جملة من سنن التيمم، فقال: وتندب التسمية، وبعد التسمية يكون السواك، ثم يضرب يديه، وهذا بناء على معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أن التسمية أول السنن، ومعتمد العلامة الرملي أن السواك أول السنن. فالخلاف الذي مر معنا في الوضوء يأتي هنا. وقوله رحمه الله تعالى: ومسح وجهه ويديه بضربتين، المعتمد ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الضربتين واجبتان، فلا يجزئ التيمم بضربة واحدة حتى وإن أمكن ذلك. والزيادة على الضربتين كأن يتيمم بثلاث ضربات إن كان لحاجة فإنه لا يكره، وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه. قال رحمه الله تعالى: طبعا إذا لم يحصل الاستيعاب، بالضربتين وجبت الزيادة عليها. وقوله رحمه الله تعالى: ويقدم يمينه، أي يسن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، ويسن أيضا أن يقدم أعلى وجهه على أسفله. وقوله رحمه الله: ويخفف الغبار، أي بالنفض أو بالنفخ. وبذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله رحمه الله: وموالاة التيمم كالوضوء، أي تستحب الموالاة في التيمم كما تستحب الموالاة في الوضوء، وتجب الموالاة في حق دائم الحدث كالسلس مثلا، كما قلنا ذلك في الوضوء. قال رحمه الله تعالى: ويندب تفريق أصابعه أولا، أي أول كل ضربة، لأن ذلك أبلغ في إثارة الغبار. صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال: وسن تفريق وأن يبسمل. واضح؟ سن تفريق، أي تفريق للأصابع، وأن يبسمل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب نزع خاتمه في الثانية، أي يجب نزع الخاتم عند المسح ليصل التراب إلى ما تحت الخاتم. ومحل ذلك إذا كان الخاتم ضيقا، فإن كان الخاتم واسعا يصل التراب إلى ما تحت لسعته فإن النزع لا يجب. وصاحب الزبد رحمه الله تعالى قال: ونزع خاتم لأولى تضرب، أما لثاني ضربة فيجب. هذه السنن واضحة، وهنالك سنن أخرى لم يذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فلا نطيل الكلام عليها وننطلق للمسائل التي بعدها. يقول رحمه الله تعالى: ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل، إن لم يقترن بمانع كعطش، أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور، وإن أسقطها فلا، وقيل يبطل النفل.
والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل. هذا من الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه شروع في بيان مبطلات التيمم، ما هي الأشياء التي تبطل التيمم؟ وحاصل الأشياء التي تبطل التيمم ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما أبطل الوضوء، فكل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم. والأمر الثاني الردة، فإن الردة تبطل التيمم لأن التيمم طهارة ضعيفة ولا تبطل الوضوء. فلو أنه توضأ وبعد وضوئه ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه يصح له أن يصلي بذلك الوضوء، واضح؟ ولو أنه مثلا غسل وجهه ويديه ثم ارتد عن الإسلام ثم أعاذنا الله وإياكم من الردة ثم عاد إلى الإسلام فإنه يصح أن يكمل على وضوئه الأول بشرط أن يأتي بنية جديدة، واضح؟ لأن النية الأولى قد بطلت بالردة، إذ أن شرط النية الإسلام كما لا يخفى عليكم. إذا تقرر هذا فإن مبطلات الوضوء، فإن مبطلات التيمم: واحد ما أبطل الوضوء، اثنين الردة، الثالث هو الذي فصل فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى الكلام هنا، وهو رؤية الماء. فيتعلق بهذا المقطع من المتن مسائل كثيرة، ولذلك حاولت أن أشجرها في صورة يعرضها الشيخ عبد الرحمن حتى لا نقف عندها كثيرا. أحسنتم، لو أمكن أن تكبر الصورة جيد. أيوة أحسن الله إليكم، ما شاء الله، شوية ممكن أكثر قليلا. شكرا، هكذا واضحة، تمام، ممتاز. انظروا بارك الله فيكم إخواني، المتيمم له حالتان: إما أن يتيمم لفقد الماء أو أنه يتيمم للعجز عن استعمال الماء. إذا تيمم للعجز عن استعمال الماء فإن تيممه لا يبطل برؤية الماء، واضح؟ وهذا ما احترز عنه الإمام النووي في قوله ومن تيمم لفقد الماء، فقوله لفقد الماء يخرج صورة من تيمم للعجز عن استعمال الماء. ثم الذي تيمم لفقد الماء، واضح؟ ووجد الماء، له حالتان: عندما يجد الماء قد يكون وجوده أو إيجاده للماء مقترنا، قد يكون إيجاده للماء مقترنا بمانع يمنعه من استعماله، وقد يكون غير مقترن بمانع. وهذا المانع بارك الله فيكم قد يكون مانعا متقدما، وهذا لم أذكره في التشجير، وقد يكون مانعا مقارنا، وقد يكون مانعا متأخرا، فتنبهوا لهذا. نقول إن الشخص الذي فقد الماء إذا وجده وكان إيجاده للماء مع مانع فإن تيممه لا يبطل، لأن وجود الماء حينئذ كعدمه. قلت لكم إن هذا المانع قد يكون مانعا متقدما، وقد يكون مانعا مقارنا، وقد يكون مانعا متأخرا. سأعطيك مثالا لكل صورة. مثال ذلك: لو كنت تيممت لأنني لا أجد الماء ثم رأيت أسدا في مكان ما، وبعد أن رأيت الأسد رأيت بالقرب منه ماء، فالآن أنا رأيت المانع وهو السبع ثم رأيت الماء، فهذا المانع متقدم، واضح؟ فحينئذ لا يبطل تيممي برؤية الماء لأنني قبل أن أرى الماء رأيت المانع، فهنا المانع متقدم. هذه الصورة الأولى. الصورة للمانع المقارن: لو أنني رأيت الماء حال كوني عاطشا أو
حال كوني حيوان محترم معي عاطشا، فهنا حتى وإن رأيت الماء إلا أن رؤيتي للماء قد اقترنت بمانع مقارن، فهل يبطل التيمم أو لا يبطل؟ الجواب لا يبطل التيمم. إذا لا يبطل التيمم إذا اقترن وجود الماء بمانع متقدم أو بمانع مقارن. لكن لو أنني كنت فاقدا للماء فجاء شخص وقال عندي ماء لغائب، انظر ماذا قال، عندي ماء لغائب، فأنا أول ما سمعت ماذا سمعت؟ سمعت كلمة عندي ماء، واضح؟ فيبطل التيمم. ثم قال بعد ذلك هذا المانع لغائب، فالمانع هنا متأخر، واضح؟ فالتيمم هنا يبطل، بخلاف ما لو قال عندي لغائب ماء. لو قال عندي لغائب ماء لا يبطل، لماذا؟ لأن المانع هنا متقدم. فهم؟ طيب لو أنه قال مثلا عندي ماء ورد، هل يبطل التيمم أو لا يبطل؟ الجواب يبطل. لماذا؟ لأن المانع وهو قوله ورد، واضح؟ هذا متأخر. طيب تأتيك مسألة، لو أنني رأيت ماء حال كوني فاقدا للماء، وبعد أن رأيت الماء أردت أن أذهب إليه، فإذا بي أجد سبعا أو تمساحا مثلا أو عدوا يترصد، واضح؟ فتأخرت، هل يبطل التيمم أو لا يبطل؟ رأيت الماء أولا ثم قصدت الماء فرأيت سبعا أو تمساحا أو عدوا، هل يبطل التيمم أو لا يبطل؟ ما رأيكم؟ يبطل. لماذا يبطل؟ لأن المانع، لأن المانع هنا متأخر، واضح؟ إذن نقول إن المتيمم إذا تيمم لفقد الماء ثم وجده وكان وجود الماء قد اقترن بمانع متقدم أو بمانع مقارن، فإن التيمم لا يبطل لأن وجود الماء حينئذ كعدمه. وإذا كان هذا الشخص الذي فقد الماء وجده من غير وجود مانع، واضح؟ فإنه ينظر له حالتان، ربما يكون في صلاة وربما لا يكون في صلاة، أي ربما يجد الماء في أثناء الصلاة وربما يجد الماء قبل شروعه في الصلاة. فإن كان هذا الشخص لم يشرع في الصلاة، واضح؟ بطلت صلاته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، واضح؟ إذا تقرر هذا فنقول إذا كنت لم تشرع في الصلاة فحينئذ إذا رأيت الماء وجب عليك استعمال الماء وبطل التيمم حتى وإن ضاق الوقت في حقه، بمعنى آخر حتى وإن كان استعمالك للماء سيؤدي إلى إيقاع الصلاة خارج الوقت، فإن التيمم يبطل ويجب عليك استعمال الماء. طيب قولنا هنا إن لم يكن في صلاة، ما معنى قولنا إن لم يكن في صلاة؟ المقصود أنه لم ينطق بالراء من تكبيرة الإحرام، أنه لم ينطق بالراء من تكبيرة الإحرام، بمعنى لو أنه قال هكذا الله ورأى الماء، واضح؟ فحينئذ نقول له بطل التيمم لأنه لم ينطق بعد بالراء. هذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله إن لم يكن في صلاة بطل. طيب وإن كان في صلاة؟ قال إن كان في صلاة فثمة تفصيل، انظر إلى عبارة المتن، قال في المتن أو في صلاة لا تسقط، هذه الحالة الأولى، لا تسقط به أي بالتيمم بطلت على المشهور، وإن أسقطها أي وإن أسقط التيمم قضاء الصلاة فلا تبطل، واضح؟ فنقول إن كان في صلاة فله حالتان، الحالة الأولى إذا كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم،
الصلاة لا تسقط بالتيمم. ما معنى لا تسقط بالتيمم؟ أي أنه يجب عليه إعادتها، وذلك كأن تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء. فإذا تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء فإن الصلاة لا تسقط بالتيمم. فحينئذ المسألة فيها خلاف. فالمشهور كما عبر الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا، قال المشهور أنها تبطل. لماذا تبطل؟ لأن لا فائدة في بقاء الصلاة، إذ أنه يجب إعادتها، فإن الصلاة حينئذ لا تسقط بالتيمم. ومقابل المشهور أنها لا تبطل. واضح؟ طيب، وإذا كانت الصلاة، هذه الحالة الثانية، وإذا كانت الصلاة تسقط بالتيمم فأيضا فيها خلاف. وأشار الإمام النووي، بل صرح بالخلاف هنا، فقال وإن أسقطها، أي وإن أسقط التيمم إعادة الصلاة فلا، إيش معنى فلا؟ أي فلا يبطل التيمم، أي فلا يبطل التيمم. وقيل هذا الخلاف، هذا الرأي الثاني، يبطل النفل أي دون الفرض. شوف إيش قال في الأول، قال وإن أسقطها فلا، أي فلا تبطل الصلاة، وبالتالي إذا كانت الصلاة لا تبطل التيمم لا يبطل، سواء كانت الصلاة فرضا لا تبطل أو نفلا لا تبطل. إذن هذا هو المعتمد، أنه إذا كان التيمم يسقط الصلاة فحينئذ لا تبطل الصلاة لا فرضا ولا نفلا. وقيل بالتفصيل أن وقيل إن رؤية الماء حينئذ يبطل صلاة النفل دون صلاة الفرض. ولذلك قلت لكم هنا في التسجيل، وإذا كانت الصلاة تسقط بالتيمم ففيها خلاف. متى الصلاة تسقط بالتيمم؟ نقول إذا تيمم في موضع الغالب فيه فقد الماء، أو يستوي فيه وجود الماء وفقد الماء. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى وإن أسقطها فلا، إذن المعتمد أنها لا تبطل، ومقابل المعتمد أنه يبطل النفل دون الفرض. طيب الذي قال يبطل النفل دون الفرض بماذا وجه كلامه؟ ما تعليله؟ نقول تعليله أن حرمة النفل دون حرمة الفرض، فقال إن النفل يبطل دون الفرض، لأن النفل يجوز قطعه. واضح؟ أما الفرض لا يجوز قطعه، فقال إن النفل يبطل أما الفرض لا يبطل. والمعتمد أنه لا تبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا. لكن يأتي سؤال، هل الأفضل قطعها أو لا؟ الجواب نعم، الأفضل قطعها حتى يستعمل الماء فيتوضأ أو يغتسل، يتوضأ إن كان محدثا، يغتسل إن كان جنبا، ويصلي الصلاة بطهارة مائية. فالأفضل أن يقطعها ليصلي الصلاة بطهارة مائية، هذا هو الأصح. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل. لماذا أفضل؟ خروجا من خلاف من أوجب القطع، خروجا من خلاف من أوجب القطع. ومقابل الأصح الذي سيكون الصحيح لا، أي أن الأفضل أن يتم الصلاة لا أن يقطعها، يتم الصلاة بالتيمم. واضح بارك الله فيكم. إذن نقول الأفضل له أن يقطعها، طبعا إلا في صورة واحدة، ما هي؟ إلا إذا ضاق عليه الوقت، بحيث أنه لو قطعها وتوضأ أو اغتسل لأوقع بعض الصلاة خارج الوقت، فحينئذ يحرم عليه قطعها ويجب إتمامها مراعاة لإيقاع الصلاة في الوقت، إذ يحرم إخراج الصلاة أو بعض الصلاة خارج الوقت. فهذه الصورة مستثناة من أفضلية القطع. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. فإن قال قائل بارك الله فيكم، لماذا قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى مخالفين للجمهور؟ لماذا قالوا إن الإنسان إذا كان في أثناء الصلاة ورأى الماء أن الصلاة لا تبطل؟
لأن التيمم لا يبطل. لماذا لا نقول تبطل الصلاة لبطلان التيمم؟ قالوا قياسا على مسألة في الكفارة، وذلك أن الإنسان في الكفارة إذا وجب عليه عتق رقبة فلم يجد رقبة ثم شرع في الصوم، وبعد شروعه في الصوم وجد الرقبة، هل يجب عليه قطع الصوم والتكفير بالرقبة؟ الجواب لا يجب عليه ذلك. فهمنا بارك الله فيكم، الجواب لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأنه قد تشرع في المقصود، ومن تلبس بالمقصود حينئذ لا يتركه. كذلك هنا عندما دخل في الصلاة دخل دخولا صحيحا وشرع في المقصود، فلا يقطع الصلاة وإن تيقن وجود الماء، أي لا يجب عليه ذلك، لكنه الأفضل إلا في الصورة التي استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا حاصل المسألة. فنعيد قراءة عبارة المتن. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل، إن لم يقترن بمانع كعطش. وقلت لك إن المانع قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا وقد يكون متأخرا. قال: أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور، وإن أسقطها أي وإن أسقط التيمم الصلاة فلا. وقيل يبطل النفل. لماذا؟ ما التعليل؟ لماذا يبطل النفل؟ قالوا: لأن حرمة النفل دون حرمة الفرض. قال: والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل. لماذا قطعها أفضل؟ الجواب: خروجا من خلاف من أوجب القطع. واضح؟ فأرجو أن تتنبه لهذه التعليلات. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه. ما زلنا نتكلم حول ما يبطل التيمم، وهو رؤية الماء. وهنا في هذا المقطع من المتن مسألتان. صورة المسألتين كالتالي: شخص يصلي نفلا مطلقا ولم ينوي عددا، بل أطلق. شخص يصلي نفلا مطلقا ولم ينوي عددا، ثم رأى الماء، هذه الصورة الأولى، ثم رأى الماء قبل الركعتين، أي قبل أن يتم الركعتين. فنقول: إذا رأيت الماء قبل أن تتم الركعتين حال كونك أطلقت ولم تنوي عددا معينا، فحينئذ تسلم من ركعتين ولا تتجاوز ركعتين. فإن رأى الماء بعد الركعتين، يعني مثلا هو لم ينوي عددا معينا، صلى ركعتين ثم في الركعة الثالثة رأى الماء، نقول: إذا رأيت الماء بعد ركعتين فإنك تقتصر على الركعة التي رأيت فيها الماء، فإن كنت في الثالثة تسلم من الثالثة، أو في الرابعة تسلم من الرابعة، أو في الخامسة تسلم من الخامسة، وهكذا. هذه الصورة الأولى، وهي صورة ما لو لم ينوي عددا معينا. الصورة الثانية: إذا نوى عددا معينا، كأن صلى شخص نفلا مطلقا 6 ركعات، في الركعة الثانية رأى الماء، واضح؟ فهل نقول له كما قلنا في الصورة الأولى لا تتجاوز الركعتين؟ الجواب لا، بل قالوا: نعتبر نيته، فله أن يتم العدد الذي نواه. ففي المثال الذي ذكرته لكم، هو نوى أن يصلي 6 ركعات نفلا مطلقا، فله أن يصلي الركعات 6. أرجو أن يكون هذا واضحا. فقال الإمام النووي رحمه الله: وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين وإلا من نوى عددا فيتمه. لاحظ معي، قال: وأن المتنفل، هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل،
أي والأصح أن المتنفل لا يجاوز ركعتين، ومقابل الأصح أن المتنفل له أن يجاوز الركعتين. واضح؟ والأصح أن من نوى عددا يتمه، مقابل الأصح أن من نوى عددا أيضا لا يجاوز الركعتين. فهمت المسألة؟ ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا يصلي بتيمم، ولا يصلي بتيمم غير فرض. هذه مسألة شهيرة من مسائل التيمم، هل للمتيمم أن يجمع بين فرضين أو لا بد أن المتيمم يصلي بالتيمم فرضا واحدا فقط؟ مذهب جماهير الفقهاء أن المتيمم يصلي بالتيمم فرضا واحدا فقط، فليس له أن يصلي فرضين عينيين بتيمم واحد. ودل على ذلك من القرآن الكريم آية المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى، إلى آخر الآية. وجه الاستدلال، وانتبه معي، وجه الاستدلال من الآية أن الله سبحانه وتعالى أوجب الوضوء وأوجب التيمم كلما قمنا إلى الصلاة، بعبارة أخرى كلما أردنا الصلاة. كلما أردت صلاة أوجب الله عليك الوضوء أو التيمم. ثم إن الوضوء نسخ إيجابه لكل صلاة في غزوة الخندق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، فيجمع بين الصلوات المفروضات بوضوء واحد، فنسخ الأمر بالنسبة للوضوء وبقي الحكم بالنسبة للتيمم. فلا بد أن يكون لكل صلاة فرض تيمم. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا وجه الاستدلال من الآية. أما من السنة فقد صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة كما قال الإمام الحافظ البيهقي. وأنتم تعلمون أن الصحابية قد يحتج بقوله، يحتج بقول الصحابي إذا قال فيما لا مجال للاجتهاد فيه، ويحتج بقول الصحابي إذا قال قولا فيما للاجتهاد فيه مجال ولم يخالف واشتهر ذلك القول عنه، فحينئذ يكون ذلك إجماعا سكوتيا. فيحتج به ليس لأنه قول صحابي، بل لأنه إجماع سكوتي. وقد جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني، وإن كان الدارقطني قد ضعف ذلك، أنه قال: من السنة ألا يصلي الرجل بتيمم واحد إلا صلاة واحدة. وقول الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع. فهذه الأدلة التي استدل بها جماهير الفقهاء على أن المتيمم لا يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد. ومن حيث التعليل نقول إن التيمم طهارة ضعيفة بخلاف الوضوء. إذا تقرر هذا فإنه ينبني عليه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز للمتيمم أن يجمع بين فرضين عينيين، كأن يصلي الظهر والعصر بتيمم واحد، وليس له أن يجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين، وليس له أن يجمع بين صلاة فرض وطواف فرض، وليس له أن يجمع بتيمم واحد بين خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة. فلو أنه تيمم فخطب الجمعة
وأراد أن يصلي الجمعة فنقول يلزمك أن تتيمم تيمما جديدا لصلاة الجمعة. لاحظ معي، مع أن خطبة الجمعة ما حكمها؟ هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، لكنها أعطيت حكم فرض العين. خطبة الجمعة فرض كفاية لكنها أعطيت حكم فرض العين. فقال الفقهاء، أي فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى، لا يجمع بين خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة بتيمم واحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويتنفل ما شاء، أي له أن يصلي ما شاء من النوافل مع ذلك الفرض، وذلك لأن النفل دون الفرض فخفف فيه ما لم يخفف في الفرض. وأنتم لا يخفى عليكم أن هنالك مسائل كثيرة اختلف فيها حكم النفل عن حكم الفرض. ثم قال رحمه الله تعالى، والنذر كالفرض في الأظهر. الصلاة المنذورة لها حكم الفرض في الأظهر، وبناء على هذا فهل له أن يجمع بين صلاة الظهر وصلاة منذورة مثلا بتيمم واحد أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع غالبا، لأن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع غالبا. وهنالك قاعدة ذكرها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكتاب الثالث من الأشباه والنظائر، هل النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أو يسلك به مسلك جائز الشرع؟ فالغالب في الغالب أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع لا جائز الشرع. فقال هنا، والنذر كفرض في الأظهر. وقوله في الأظهر إشارة إلى أن الخلاف قوي، لكن بعض الشراح قالوا إن الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة، ولم يتسنى أن يراجع الروضة، قالوا إن الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة ضعف المقابل، وإذا ضعف المقابل فحينئذ نقول إن هذا الخلاف لا يعبر عن مثله بالأظهر. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى، والنذر كفرض في الأظهر. تأتي مسألة بارك الله فيكم، لو أنه نذر أن يصلي التراويح فكم مرة يتيمم؟ هل يكفي أن يتيمم مرة واحدة فيصلي 20 ركعة للتراويح، أو أنه يتيمم لكل ركعتين فيكون مجموع التيممات 10؟ ما رأيكم؟ يتيمم لكل ركعتين. نعم. لماذا؟ لوجوب الفصل في التراويح. طيب لو أنه نذر أن يصلي الضحى مثلا أو الوتر مثلا، فهل يجب أن يتيمم لكل ركعتين، أو أنه يصح أن يصلي مثلا الضحى 4 ركعات بتيمم واحد؟ طبعا في صورة متفق عليها، إذا صلى الضحى 4 ركعات أو 6 ركعات بسلام واحد فحينئذ سيكون الواجب تيمم واحد فقط، هذا واضح. لكن لو أنه صلى الضحى 2 ركعات وسلم ثم 2 ركعات وسلم، هل الواجب تيممان أو تيمم واحد؟ تيممان. واضح؟ تيممان أو تيمم واحد؟ إذا نذر يصلي الضحى وسلم من كل 2 ركعات فإنه يتيمم قبل كل تكبيرة إحرام، هكذا المنذورة تنتهي بالسلام. هكذا قال بعض أصحاب الحواشي. واضح؟ وبعضهم قال له أن يصلي بتيمم واحد إلا في صورة. ما هي؟ إلا إذا نذر أن يسلم من كل 2، يعني نذر أن يصلي الضحى ونذر
أن يسلم من كل ركعتين، فهنا لا بد من تيمم لكل ركعتين، وهذا الذي قرره العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته. واضح؟ فيمكن أن تراجعوا حاشيته وتنقلوا عبارته أو تتأملوا فيها. بعض من حش على شروح المنهاج تذكر ما تفضلتم به، لكن أظن والله أعلم أن كلام العلامة البيجوري رحمه الله أكثر دقة، فقال إذا كان هذا الشخص نذر أن يسلم من كل ركعتين فوجب عليه حينئذ أن يتيمم في كل ركعتين، يعني لكل ركعتين، وإلا فيكفيه تيمم واحد وإن سلم من كل ركعتين. فهمتم علي؟ طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك شغنة. وهل كان تفريقه بين التراويح وبين الضحى أن الضحى لا يلزم الفصل والتراويح يلزم الفصل؟ بالضبط، هذا تعليله، قال لأن التراويح يجب فيها الفصل بالسلام من كل ركعتين وإن لم يكن ثمة نذر، بخلاف الضحى فإنه لا يجب الفصل من كل ركعتين بسلام، وهذا التعليل يقوي كلامهم، وذكر هذا التعليل أيضا. قال رحمه الله تعالى ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في الأظهر، ثم قال رحمه الله والأصح صحة جنائز مع فرض، أي يصح أن يجمع بين فرض وجنائز بتيمم واحد. صورة المسألة أن شخصا تيمم ليصلي الظهر فصلى الظهر ثم صلى بذات التيمم جنازة ثم أخرى ثم ثالثة، هل يصح هذا أو يلزمه أن يتيمم لكل جنازة؟ نقول يصح هذا، هذا هو المعتمد. طيب، قال هنا والأصح، ما مقابل الأصح؟ مقابل الأصح وجهان، وجه يقول لا بد من تيمم لكل جنازة. لماذا؟ يعني لكل صلاة الجنازة يتيمم تيمما جديدا. لماذا؟ الجواب لأن صلاة الجنازة فرض في الجملة، هي فرض كفاية في الجملة. جميل. ورأي ثالث أو وجه ثالث يقول بالتفصيل، التفصيل كالآتي، يقول إذا كانت صلاة الجنازة تعينت عليه فلا بد أن يتيمم لكل صلاة الجنازة. واضح؟ وطبعا إذا كان سيجمع فرضا وصلاة الجنازة فيتيمم للفرض ثم يتيمم لصلاة الجنازة لأنها تعينت عليه، وإن لم تكن تعينت عليه فحينئذ له أن يجمع. إذن كم صارت أوجه؟ ثلاثة أوجه. المعتمد أن له أن يجمع إلى الفرض جنائز بتيمم واحد. ولاحظ معي بارك الله فيكم من باب الفائدة، صلاة الجنازة أحيانا يكون لها حكم النفل وأحيانا يكون لها حكم فرض العين، هي فرض كفاية بمنزلة متوسطة بين النافلة وبين فرض العين، فتعطى صلاة الجنازة حكم النفل في مسائل. هذه المسألة أسألكم، هذه المسألة صلاة الجنازة أعطيت حكم فرض العين أو حكم النفل؟ النفل، حكم النفل. طيب، مسألة أخرى مرت معنا، إذا تيمم شخص ليصلي النافلة أو تيمم شخص بنية استباحة الصلاة، هل له أن يصلي صلاة الجنازة أو لا؟ لا، هذا يمكن. هل له أن يصلي صلاة الجنازة أو لا؟ على قولنا بأن له أن يصلي نوافل يمكن إذا كانت الجنازة مثل له. النافلة. نعم نعم، له، لكن هل له أن يصلي فرض عين؟ لا، ليس له. واضح؟ إذن بهذا الفرع أيضا شابهت صلاة الجنازة النفل، هذان فرعان، وقد تشابه صلاة الجنازة الفرض بأمور، منها أن القيام ركن فيها فلا يصح أن يصليها من قعود مع قدرتي على القيام، بينما النفل يصح أن يصليه من قعود مع قدرتي على القيام. واضح؟ ومنها
أنه لا يجوز قطعها بعد الشروع فيها، فهي تتعين بالشروع، بينما النفل يصح قطعه بعد الشروع فيه. إذن باختصار، صلاة الجنازة فرض كفاية، لكنها تارة تشبه النوافل في بعض الأحكام، وتارة تشبه الفرض أو فرض العين في بعض الأحكام. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تنبني على مسألة أنه لا يصلي بالتيمم إلا فرضا عينيا واحدا فقط. فأرجو أن تنتبهوا لهذه المسائل الثلاث. مسألة الأولى قال: وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم واحد. لو أن إنسانا قال: أمس نسيت صلاة من الصلوات لكن ما أدري ما هي، يمكن الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، واضح؟ قضاؤه لهذه الصلاة أولا، هل هو على الفور أو على التراخي؟ إذا كان لتقصير فعلى الفور، وإن كان هو قال نسيت، صورة السؤال نسيت، على التراخي. طيب الصورة الثانية، قال تركت أمس عامدا إحدى الصلوات ونسيت ما هي، فهو نسي الصلاة لكن تركه عامدا، القضاء هنا فورا. في الحالتين سواء كان القضاء فورا أو كان القضاء على التراخي، أراد القضاء لكن لم يجد الماء، قلنا له تيمم. طيب الآن بيتيمم بيصلي كم صلاة؟ بيصلي خمس صلوات، هل يلزمه أن يتيمم لكل صلاة؟ وسيصلي صبح، وسيصلي الظهر، سيصلي عصر، سيصلي مغرب، سيصلي عشاء، حتى تبرأ ذمته بيقين، لأنه نسي الصلاة التي تركها، واضح؟ فحتى تبرأ ذمته بيقين سيصلي الصلوات الخمس، هل يلزمه أن يتيمم خمس تيممات لكل صلاة تيمم، أو يتيمم لصلاة مرة، يتيمم مرة ويصلي الخمس الصلوات بتيمم واحد؟ قال لك هنا: وأن، أي والأصح أن، تمام تقدير الكلام، وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم واحد. طيب السؤال، لماذا يكفيه تيمم واحد مع أنه يصلي الصلوات الخمس؟ الجواب لأن فرضه واحد، صلاة واحدة، وصلاته لبقية الصلوات من باب الوسيلة لإبراء الذمة، فهي وسيلة فقط وليست فرضا مقصودا بالذات، اتضح بارك الله فيكم. وبالتالي قال: والأصح صحة الجنائز مع فرض، والأصح أن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم واحد. لماذا يكفي تيمم واحد؟ لأن فرضه واحد، وبقية الصلوات إنما صلاها لأنها وسيلة لإبراء الذمة، هذا هو الأصح. طيب ومقابل الأصح ماذا يقول؟ مقابل الأصح يقول: يلزمه خمسة تيممات لكل صلاة تيمم، لأنها كلها واجبة. نقول: نعم كلها واجبة، لكن بعضها واجب وجوب وسيلة، وبعضها واجب لأنه فرضه، اتضحت؟ ثم قال مسألة ثانية: وهل تعتبر الصلوات؟ نعم نوافل. قال رحمه الله تعالى: وأن، هذه المسألة الثانية، قال: وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين، وصلى بالأول أربعا ولاء، وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها. صورة المسألة أن هذا الشخص نسي صلاتين مختلفتين. كيف صلاتين مختلفتين؟ يعني مثلا نسي الصبح والعشاء، أو الظهر والعصر، أو المغرب والظهر، هو نسي صلاتين مختلفتين ليستا متفقتين، لكن نسي ما هما. قد يكون نسيانه لهما من يوم واحد أو من يومين، واضح؟ فكيف يعمل؟
حتى تبرع ذمته ذكر الإمام النووي رحمه الله طريقتين. الطريقة الأولى قال: وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، أي أنه يصلي الصلوات الخمس ويتيمم لكل صلاة. فهمتم؟ هذه الطريقة الأولى، وهي طريقة الإمام ابن القاص من الشافعية. الطريقة الثانية قال: وإن شاء تيمم مرتين فقط، أي ليس خمس مرات، وإنما يتيمم مرتين فقط، ثم التيمم الأول يصلي به أربع صلوات، والتيمم الثاني يصلي به أربع صلوات ليس فيها الصلاة التي بدأ بها في التيمم الأول. حتى يتضح لكم، أنا شجرت لكم المسألة، فأرجو من الشيخ عبد الرحمن أن يعرض التشجير. أيوة، لو تكرمت كبره يا شيخ عبد الرحمن. أيوة، أحسنتم. انظروا بارك الله فيكم، هذه طريقة الإمام ابن الحداد. قلت بالتسجيل لبراءة ذمته. أيوة، كبرها شوية. أيوة، أحسنتم. قلت في التسجيل لبراءة ذمته طريقا. طريقة ابن القاص، تمام، أن يصلي الصلوات الخمس ويتيمم لكل صلاة منها، فيتيمم كم مرة؟ خمس مرات. أما طريقة ابن الحداد يتيمم مرتين فقط، فيصلي، يتيمم المرة الأولى يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب بالتيمم الأول، ثم يتيمم مرة ثانية ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لاحظ معي، في التيمم الثاني ليس في الصلوات التي صلاها بالتيمم الثاني الصلاة التي بدأ بها، وهي صلاة الصبح. إذا فعل هذا برئت ذمته. لماذا؟ لأنه سيحصل أحد أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الصلاة أو أن تكون الصلاتان المنسيتان هما الصبح والعشاء. طيب إذا كانت الصبح والعشاء فيكون قد صلى الصبح بتيمم صح والعشاء بتيمم من آخر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهما الصبح، يعني إحدى الصلاتين الصبح، والأخرى واحدة من الثلاث، إما الظهر أو العصر أو المغرب، فيكون قد صلى الصبح بالتيمم الأول، والظهر والعصر والمغرب صلاهما بالتيمم الثاني. الاحتمال الثالث أن الصلاة المنسية هي صلاة العشاء وإحدى الثلاث، فيكون قد صلى العشاء بالتيمم الثاني وأيضا صلى الثلاثة بالتيمم الأول، والتي هي الظهر والعصر والمغرب. فهمتم عليا؟ الاحتمال الرابع أنهما اثنتان من الثلاث، يعني قد يكون نسي إيش؟ الظهر والعصر، العصر والمغرب، تمام، المغرب والظهر، فحينئذ يكون قد صلى إحدى هذه الثلاث بالتيمم الأول وصلى الأخرى من الثلاث بالتيمم الثاني. واضح؟ فحصل له أن صلى كل صلاة بتيمم منفرد عن التيمم الآخر. هذه طريقة ابن الحداد. على طريقة ابن الحداد كم مرة يتيمم؟ مرتين. ولذلك انظر ماذا قال الإمام النووي رحمه الله، قال: وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء، هذه الأولى طريقة ابن القاص، فيكون قد تيمم خمس مرات. قال: وإن شاء تيمم مرتين وصلى أربعا ولاء، تمام، وبالثاني، أي وبالتيمم الثاني، أربعا ولاء ليس منها، أي ليس من الأربع التي بالتيمم الثاني التي بدأ بها، وهي في مثالنا صلاة الصبح.
أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. تمام. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة فقال: الثالثة أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين. تقدير الكلام وإن نسي متفقتين، يعني نسي مثلا احتمال صبحين، ظهرين، عصرين، مغربين، عشاءين، نسي متفقتين. ولاحظ معي حينئذ إذا نسي متفقتين لابد أن يكونا في يومين، لا يمكن أن يكون في يوم واحد، بخلاف الصورة التي قبلها ممكن في يوم أو في يومين، لكن في الصورة الثالثة في يومين ولا بد. قال: أو متفقتين. طيب كيف يعمل؟ قال: صلى مرتين بتيممين. إذن حينئذ نقول إيش؟ نقول يتيمم ويصلي الصلوات الخمس لليوم الأول. واضح؟ يتيمم ويصلي الصلوات الخمس لليوم الأول، فرضه واحدة منها، ثم يتيمم ويصلي الصلوات الخمس لليوم الثاني، فرضه واحدة منها. هذا هو الأصح. طيب مقابل أصح إيش بيقول؟ مقابل أصح يقول يلزمه 10 تيممات. ليش 10 تيممات؟ لأنه كم صلوات بيصلي؟ 10 صلوات، صح؟ وهذه الصلوات واجبة أو غير واجبة؟ واجبة. إذن لكل صلاة واجبة تيمم. ويأتي هنا ما مر في المسألة الأولى، حيث قلنا إن وجوب غير الصلاتين المنسيتين إنما هو وجوب وسيلة، وأما فرضه فهو المنسيتان فقط. واضح يا شيخ ولا لا؟ ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، وكذا النفل المؤقت في الأصح. ليس للمتيمم أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وذلك لأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت، لا ضرورة قبل دخول الوقت، ولذلك لا بد من إيقاع التيمم كاملا بعد دخول الوقت. حتى أن الفقهاء قالوا لو أنه نقل التراب قبل دخول الوقت، واضح، فإنه إذا مسح به دون أن يجدد النية فإن تيممه لا يصح. فلا بد أن يكون نقله للتراب بعد دخول الوقت، فإن نقله قبل دخول الوقت جدد النية قبل المسح. واضح؟ وبالتالي ما كان من الصلوات من ذوات الأوقات فدخول الوقت بالنسبة له معروف، وإذا كانت الصلاة صلاة جنازة فمتى يدخل وقت التيمم؟ الجواب: يدخل وقت التيمم لصلاة الجنازة بانقضاء طهر الميت. فإذا طهر الميت إما بغسل أو بتيمم فيدخل وقت التيمم لصلاة الجنازة، ويدخل وقت التيمم لصلاة الاستسقاء بانقطاع الغيث إذا أراد أن يصلي الاستسقاء وحده، وإذا أراد أن يصلي الاستسقاء مع جماعة فإنه يدخل باجتماع من يريدون صلاة الاستسقاء. وهل له أن يتيمم للنفل المطلق أو لا؟ الجواب نعم، له أن يتيمم لصلاة النفل المطلق. طيب في كل وقت؟ نقول إلا إذا تيمم للنفل المطلق في وقت الكراهة فإن تيممه لا يصح. متى لا يصح؟ إذا تيمم للنفل المطلق في وقت الكراهة قاصدا فعل النفل المطلق في وقت الكراهة،
بهذا القيد. طيب، وهنا تأتيك أربع صور، انتبه معي. الصورة الأولى: إذا تيمم للنفل المطلق في غير وقت الكراهة، ليصلي النفل المطلق في غير وقت الكراهة فتيممه صحيح. الصورة الثانية: إذا تيمم للنفل المطلق في غير وقت الكراهة، ليصلي النفل المطلق في وقت الكراهة فإن تيممه لا يصح. الصورة الثالثة: وإذا تيمم للنفل المطلق في وقت الكراهة، ليصلي النفل المطلق في غير وقت الكراهة فإن تيممه يصح. والصورة الرابعة: إذا تيمم للنفل المطلق في وقت الكراهة، ليصليه أي ليصلي النفل المطلق في وقت الكراهة، فحينئذ نقول إن التيمم لا يصح. فالصور أربع، يصح في صورتين ولا يصح في صورتين، بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد. هذه المسألة مسألة فاقد الطهورين، وهي من مسائل النزاع الشهيرة في كتب الفقه، واختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة. أشهر هذه الأقوال أربعة أقوال. القول الأول يقول: يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت، وتجب عليه الإعادة، وهذا القول هو الجديد للإمام الشافعي المعتمد في المذهب. ورأي آخر يقول: يجب عليه أن يصلي في الوقت ولا تجب عليه الإعادة، وهذا مذهب الإمام أحمد واختاره الإمام النووي. واضح؟ ورأي ثالث يقول: لا يجب أن يصلي حال كونه فاقدا للطهورين، وتجب عليه الإعادة. ورأي رابع يقول: لا يجب عليه أن يصلي في الوقت ولا تجب عليه الإعادة، وهذا مروي عند المالكية. صارت الأقوال كم الآن؟ أربعة. وهذه الأقوال مشهورة، وإلا في أقوال أخرى. فمثلا من أقوال الإمام الشافعي في القديم أنه قال: تندب له الصلاة في الوقت ويجب عليه القضاء. لاحظ معي، قال تندب، تندب له الصلاة في الوقت ويجب عليه القضاء. طيب، إذن ما معتمد مذهبنا؟ معتمد مذهبنا ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا، فقال: ومن لم يجد ماء ولا ترابا، كأن كان في قلة جبل أو كان محبوسا في مكان لا ماء فيه ولا تراب، لزمه في الجديد. أخرج ماذا؟ أخرج القديم، فالقديم فيه أقوال، منها أنه يندب له أن يصلي وتجب الإعادة، ومنها أنه يحرم عليه أن يصلي. طيب، الذين قالوا يحرم عليه أن يصلي ما مستندهم؟ مستندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. واضح؟ وهذا ليس عنده طهور، لا ماء ولا تراب، فلا صلاة له. ومن القديم أيضا أنه يجب أن يصلي في الوقت ولا تجب عليه الإعادة، وهو مذهب أحمد واختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى. طبعا الإمام النووي اختار هذا وقواه الشارح المحقق المحلي رحمه الله، فقال في شرحه عن المنهاج: وهو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء. فقال هنا: ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد. طيب، لما قال أن يصلي الفرض، هذا احتراز، احتراز من ماذا؟ احتراز
من النفل فليس له أن يصلي النفل وليس له أن يفعل شيئا آخر مما يشبه النفل، فليس له أن يمس المصحف وليس له أن يمكث في المسجد إذا كان جنوبا. واضح؟ إنما له أن يصلي الفرض. وإذا صلى الفرض نفترض أنه جنب ولم يجد ماء ولا ترابا، قلنا له يصلي الفرض، قلنا له أن يصلي الفرض. إذا صلى الفرض هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة؟ ما رأيكم؟ والجنب تعلمون أنه يحرم عليه قراءة الفاتحة، هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة؟ نعم يقرأ. أو لا يقرأ؟ يقرأ عند الإمام النووي رحمه الله تعالى وجوبا، وأما الرافعي فقال لا يقرأ الفاتحة لأن الجنب يحرم عليه قراءة الفاتحة، فحصل الخلاف في قراءة الفاتحة. أما ما زاد على الفاتحة فإنه يحرم عليه أن يقرأها قطعا بلا خلاف. فهمنا؟ بارك الله فيكم. ثم تأتي مسألة، هذا الشخص سيعيد الصلاة، متى يعيد الصلاة؟ نقول إذا وجد الماء، إذا وجد الماء أعاد الصلاة مطلقا، إذا وجد الماء أعاد الصلاة مطلقا. طب وإذا وجد التراب؟ لا يجب عليه يعني. قبل إذا وجد التراب قبل انقضاء الوقت يتيمم ويصلي، أما بعد انقضاء الوقت فلا. إذا وجد التراب وزار الوقت موجودا وجب عليه استعماله مطلقا، سواء كان في موضع تسقط فيه الصلاة بالتيمم أو لا، لأنه وجده في الوقت. وإن وجد التراب بعد انقضاء الوقت ننظر، إن كان في موضع تسقط فيه الصلاة بالتيمم وجب عليه استعماله، وإلا فلا يجب عليه استعماله. واضح؟ هذا هو المقرر، وإن كان بعضهم يقرر أن لا يجب عليه استعمال التراب مطلقا حتى وإن وجده في الوقت. قال لك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى: ومن لماء أو تراب فقد الفرض صلى، ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرض. قال هنا: ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحالات التي يكون فيها قضاء الصلوات. هذا إن شاء الله مجلسنا في الثلاثاء القادم، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.